حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. رهنت لجنه الكهرباء والطاقه النيابيه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء بتنفيذ مشروع خلال الاعوام الخمسه المقبله وبتكلفه ماليه تبلغ 18 مليار دولار. وقالت اللجنه ان هناك خطه خمسيه أعدتها وزارة الكهرباء تبدأ من العام 2023 ولغاية العام 2028، وإن الخطة تشمل بناء 8 محطات كهربائية جديدة من أجل زيادة الإنتاج إلى 30,000 ميجاوات فوق الطاقة المنتجة، وإن المحطات الجديدة ستعمل بالغاز والطاقة الشمسية. كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن عدد المفسوخ عقودهم بلغ 103,000 منتسب في جميع التشكيلات العسكرية والأمنية. وقالت اللجنة إن هؤلاء المنتسبين يحتاجون إلى نحو 2.57 تريليون دينار لرواتب على مدار سنة كاملة، وأن ما خصصه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لا يغطي إلا راتب شهر واحد فقط. قال النائب محمد الخفاجي إن هناك مخالفات قانونية كثيرة وهدرا وفسادا ماليا وإداريا في مشروع الهزاز لفحص المركبات في مديرية مرور محافظة كربلاء. وأضاف النائب الخفاجي أن هذه المخالفات تثقل كاهل المواطن بكم من الأجور والرسومات والإجراءات الإضافية. وأشار النائب إلى أن ملف الهزاز تم إحالته إلى هيئة النزاهة والإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لما فيه ضرر كبير على المواطنين من هدر بالمال العام وفسح المجال للسماسرة والمبتزين. كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى عن فقدان الأسواق العراقية أكثر من 20,000 طن من رمان شهربان. وقال الاتحاد إن رمان شهربان يعد من أجود أنواع الرمان على مستوى العراق، وهو معروف بجودته في أسواق المحافظات، لافتا إلى أن بساتين الرمان انحسرت بنسبة تصل إلى 90% بعد عام 2003، وأن الأسواق العراقية فقدت أكثر من 20,000 طن من رمان شهربان كانت تدعم الموائد سنوياً. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى أكثر من 200,000 برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 220,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 130,000 برميل يومياً. سجلت بريطانيا نحو 28,000 حالة إفلاس شخصي جديدة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بالتزامن مع أزمة الغلاء المعيشي الحالية والارتفاع الكبير في الأسعار الذي تسبب به الهبوط الحاد في سعر صرف الجنيه الاسترليني. وبحسب أحدث البيانات الصادرة فقد تم تسجيل 27,927 حالة إفلاس فردية في الربع المنتهي في أيلول الماضية. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.